هذا القرار بين وزارات التعليم العالي والداخلية قرار عادي جدا، وهناك من يريد أن يستغله خارج سياق، لأن في الأصل الأمن يتدخل بعد طلب من رئيس الجامعة. المشكل أن رئيس الجامعة والعميد هم أساتذة، حسهم الأمني ضعيف جدا ولا يمكن لهم أن يتعرفوا على الواقع الحقيقي، إذن طلبهم يأتي بعد الحدث وليس قبل الحدث. الآن مثلا ما جرى بفاس، كان بإمكان الأمن أن يتدخل قبل وقوع الواقعة، ولكن العميد لم يكن داخل المؤسسة لأن كان بين الثانية عشر والرابعة عشر. لو تدخل الأمن لما وقعت الفاجعة. الأمن الآن له الحق أن يتدخل بعد إعلام رئيس المؤسسة.